وللوقوف عند الوضع في مدينة مضايا المحاصرة ينضم إلينا من هناك الناشط كمال الشامي. كمال، كيف تبدو وتيرة توزيع المساعدات الإغاثية في مضايا اليوم في ظل امتعاض بعض الجهات من أن الإغاثات غير كافية أو تفتقد لبعض المواد الأساسية؟ هل هذا صحيح؟ اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه. بالنسبه للاعانات والغاف التي دخلت البارحه من قبل الامم المتحده، لم تكن هي 44 سياره او شاحنه، فدخل 24 سياره منها، والباقي اعتمد انه سوف تدخل يوم الخميس او الجمعه، ولم تحمل مواد الطحين، ولم تحمل اي ماده تحمل من السكريات او البسكوت للاطفال. كانت وزن الكرتونه او العلبه اللي تحوي 24 كيلو من الرز والحبوب، فهي غير كافية نهائيا بالنسبة لعدد الأهالي المقيمين في بلدة مضايا ودقين، حيث أن عدد السكان بحدود 40,000 نسمة، وهذه الكرتونة أو العلبة لا تكفي إلا أسبوع واحد. نعم، طب هذه كانت يعني الدفعة الأولى، ربما هناك دفعات أخرى، ولكن في ظل هذا الوضع هناك جهود تبذلها بعض الجهات وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي لإجلاء 400 شخص وصفت حالتهم بالخطرة، لكن لماذا تبدو هذه العملية شديدة التعقيد؟ بالنسبة إلى هذه المنطقة فهي كما حيدها النظام بالتساوي مع أي رفوع، فقد بلغت حالات الاطماع البارحه اكثر من 200 حاله اطماع في نفس الميدان، وهناك 40 حاله تحت سن الخطر، بحاجه ماسه الى العلاج والنقل الى مشافي نظاميه. الوضع الطبي سيء جدا جدا. البارحه كان ثلاث حالات وفاه، امراه وطفل وشاب. نعم، شكرا جزيلا لك من مضايا الناشط الميداني كمال الشامي.